حضرتك اتكلمت عن محمد خان كمخرج، اتكلمت عن عاطف الطيب وكتبت عنه كتاب برضو، يعني أيوة. لماذا هذا الاختيار؟ أنا كتبت كتاب لسبب. عاطف مات صغير، عنده 48 سنة. عاطف غير أنه مخرج متميز جداً إلا أنه كمان إنسان متميز قوي، ويمكن ده الجانب ناس كتير ما تعرفوش. فأنا لما اتكلمت يعني مثلاً كان يجيب الكبار في السن اللي بيشتغلوش في السينما يشغلهم، هو يقوم بدورهم. الكلاكيت راجل عجوز هو اللي ياخد الكلاكيت بس عشان ياخد فلوس عشان يعيش. فالإنسانية اللي كانت في عاطف فرضت عليا ان اعرف الناس بإنسانيته. هو المخرج مش بس بيعمل تكنيك وبيعمل موضوعات، لا هو داخله انسان كبير قوي.